الوطنية قد تكون هوية الوطنية وتكون مفاهيم قانونية يجب على كل مواطن أن يفهمها ويعيها، لأن هذه المفاهيم القانونية يعايشها يوميا في حياتها العملية. السؤال يقول: ما الفرق بين الاختطاف والاعتقال؟ كونوا معنا. طيب، الاختطاف غير قانوني، يعني اخذ الشخص بطريقه غير قانونيه، ممكن يجي له عن طريق طلعه في باص، يعمل له ماده تنيمه ما يدري لو هو في مكان مجهول. اما الاعتقال قد يعتقل في طريقه قانونيه عن طريق محكمه او عن طريق نيابه. الاعتقال اعتقد انه له قوانين، يعني زي ما تقول صحفي اعتقال، حد سياسي يعني يكون له دخل بالسياسة له. أما الاختطاف هو برضه نفس الشيء الاختطاف، بس الاعتقال يجيب قوانين، يعني في له قوانين، أنت سويت كذا كذا، أنت خرقت شيء كذا أنت، بس الاختطاف كذا زي ما تقوم من الشارع، يعني من دون أي قانون، من دون أي حق. بس هذا اللي عندي المعلومات. يكون الاختطاف على الاختطاف أسوأ من الاعتقال. الاعتقال يكون موجودا وهو في أمل الخروج، أما الاختطاف لا يكون موجودا ولا يكون هناك أملا في الخروج. يعني الاختطاف تقوم بها مجموعة غير قانونية، أما الاعتقال يكون عبر مذكرة قانونية من القضاء. أعتقد أولا أن الفرق بين الاختطاف والاعتقال، الاختطاف يكون عبارة عن أنه تخرج مسيرة شبابية مناهضة للنظام، يتم الاختطاف إما من قبل البلاطجة أو حتى قوات الأمن بأزياء مدنية وأزياء للنظام. أما الاعتقال فيكون اعتقد من جهة رسمية وحول ناشطين سياسيين، مش أي شخص يعتقله. ما بش فرق ما بين الاختطاف والاعتقال، كلها إرهاب. الاحتجاز هو إلقاء القبض برفض الشبهة يكون مشبوهة، وهذا يتم التحقيق معه وأخذ آراء ومعلومات وتحقيق معه، ثم يتم بعد ذلك الإفراج عنه إذا ثبت أنه بريء. أما السجن فهو الصدر، يعني صدور حكم أو ضد هذا الشخص يتم إيداعه في السجن مثل السرقة أو القتل أو إلى آخره. فالفرق بين الاحتجاز أنه يمكن أن يخرج بعد أن يثبت من براءته، أما السجن فقد يلزم المدة القانونية الذي أجبر عليه القاضي أو المحكمة يجلس في السجن. الاعتقال يكون من قبل جهة محددة، كانت أن تكون دولة أو أن يكون مؤسسة حكومية خلف أحد أعضائها أو أحد الأعضاء المنتمين إليها، ولذلك فهو معتقل على ذمة التحقيق أو إلى أن يتم الفصل في قضيته. أما الاختطاف فهو يعتبر قهر وأخذ الأشخاص بدون أي مبرر إلى جهة غير معروفة، وغير معروف كذلك ما أسباب هذا الاختطاف. الاعتقال من جهة قانونية ويكون في مسوق قانوني، وبالنسبة للاختطاف لا تكون جهة قانونية ولا في مسوق قانوني لاختطاف هذا الشخص، ممكن أي جهة ممكن تختطفه، مسلحة، نظام. شفتوا أعزائي المشاهدين، شفتوا المعاناة، لكن حقيقة يجب كل واحد منا، أنا أولكم وأنتم، كل واحد منا يسأل نفسه: ما دورنا؟ ما هو الشيء الذي نستطيع أن نقدمه لهؤلاء الناس؟ وما دور المنظمات المجتمعية؟ وما دور المنظمات الأجنبية الحقوقية؟ وما دور منظمات الإنسان؟ وما دور؟ أسئلة كثيرة جدا يجب أن نتعرف عليها، ويجب أن نوصل صوتنا لكل الناس، ويجب على المنظمات يعني الحقوقية أن تهتم وتكرس جهودها بشكل كبير جدا في هذه القضية. تعالوا معي أعزائي المشاهدين نتعرف على أحد المنظمات التي كان حقيقة لها باع كبير جدا جدا في موضوع المعتقلين، وبفضل الله سبحانه وتعالى خرج معتقل على يدها، وأيضا في موضوع المختطفين. وما هو الدور الذي بتقدمه في المجتمع في هذا الموضوع؟ معنا منظمة هود. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من بداية الاحتجاجات كنا نشعر أن هناك نية لدى السلطات في مواجهة هذه الاحتجاجات بالعنف المفرط، فكنا مستعدين لهذا قبل حتى بداية الاعتصامات. دربنا 30 مراقب، وكنا يعني حتى بملابس خاصة ومكتوب عليها مراقبي حقوق الإنسان،
وكان في يوم 3 فبراير كان أول يوم للثلاثين المراقب نزلوا مباشرة ووقفوا على مداخل الساحة الجامعة وأيضا في أماكن متعددة انتشروا وسجلوا الأحداث. من تلك اللحظة كانت بدأت يعني مراقبة يعني بشكل كثير مكثف في الميدان. جميع الاعتصامات كنا نحضر بمراقبين فيها، رصدنا كل الاختراقات التي حدثت. لكن عندما بدأ الاعتصام في الجامعة وبدأت عملية المواجهة، كان لابد أن يكون عملنا أكثر يعني مضاعف، حتى أنه كان لدينا دوام على مدار 24 ساعة، وكان لدينا خط ساخن معروض في بعض القنوات الفضائية، وكنا نتلقى حتى في اليوم يصل إلى مئات الاتصالات، نتلقى معلومات بلاغات عن اختفاء وعن اختطافات. ساهمنا في عملية إدخال الخيام والمواد الغذائية وأيضا الأدوية. يعني تخيل أنه في يوم من الأيام كانت أول عملية اعتداء في الليل على المعتصمين، منع دخول الأدوية وقبض على شبابهم في الصيدليات المجاورة. كان المستشفى الميداني كان مستشفى بسيط، لم يكن لديه أدوية متكاملة، وقبض على 3 شباب وهم يحاولوا شراء أدوية من الصيدليات. فكان يعني وجدنا في المداخل وكنا نتفاهم مع العسكر مع الإدارات الأمن لإدخال. كان صدرت يعني كميات من الأدوية وسيارات إسعاف واعتقل عدد من المسعفين والأطباء، وتابعنا هذه القضايا حتى تم الإفراج عنها. بعد ذلك حصلت هناك مرحلة أخرى وهي مرحلة الصدام العنيف واستخدام العنف المفرط. حدثت جمعة الكرامة، حدثت يعني مجازر كبيرة ارتكبت. كنا متواجدين في الميدان، رصدنا هذه الأحداث، أطلعنا الرأي العام عليها، ويعني سواء كان الرأي العام المحلي أو الخارجي، كان لنا تواصل مع المنظمات الخارجية ومع أيضا حتى المقررين الخاصين للأمم المتحدة في الاعتقالات التعسفية في قضايا التعذيب وأيضا القتل خارج إطار القانون. شاركنا في يعني بملف متكامل، وكان هو الملف الأكبر مع عدد من المنظمات، وقدمناه لجنة حقوق الإنسان التي زارت اليمن. وكان ذلك التقرير الذي أصدرته بتلك هو يعني من المعلومات والوثائق التي أرفقناها يعني في الملف. بعد ذلك حضر ممثل لنا في اجتماع الأمم المتحدة في جنيف، وألقى كلمة تحدث فيها عن الانتهاكات والجرائم، وطالب أيضا بإحالة ملف الانتهاكات هذه إلى محكمة الجنايات الدولية. نعم، في قضية الاعتقالات رغم الأعداد الكبيرة والإحصائيات التي لدينا، لكن ما هو واقع هو أضعاف ما هو مرصود لدينا، لأنه كنا نكتشف عندما تحدث عملية يعني اعتقالات واسعة كبيرة، نجد أن البلاغات عندنا قليل، من 15 إلى 20 بلاغ خلال 3-4 أيام بعد الاعتقالات. عندما ننزل إلى السجون ونعمل مسح للسجون اللي هي أقسام الشرطة فقط التي نستطيع الوصول إليها، نجد أن مثلا في يعني مجزرة ومذبحة القاع تلقينا تقريبا 17 بلاغ حول المعتقلين خلال يومين أو 3 أيام. عندما نزلنا فقط مسحنا أقسام الشرطة وجدنا 68 معتقل في أقسام الشرطة، بينما كان هناك ما يقارب 200 معتقل في معسكر الأمن المركزي، هناك من 150 إلى 200 معتقل كانوا موجودين في البلدية في أمانة العاصمة في القاع، ونقلوا على شاحناتهم مكبلين ومغطين الأعين إلى القضاء العسكري في باب اليمن، وسجلنا شهادات لشهود عيان في الحارب هذا الشيء. فلدينا حتى الآن تقريبا حوالي 1300 أو 1400 بلاغ من بداية الثورة اعتقالات، وحدث عندنا فقد كبير للبيانات عندما تعرض مكتبنا في 18/7 لحريق التهم كل الارشيف الموجود، وبعد ذلك أيضا بدأنا نعد ارشيف جديد، وتعرض مقر المنظمة مرة أخرى إلى قصف عنيف من قبل الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، أدى إلى تدمير المقر تدمير يعني بشكل كبير جدا، وحتى الأجهزة تم تدميرها وتحطيمها التي موجود فيها البيانات. لكن حتى الآن لدينا ما يقارب 1300 أو 1400 اسم سجلنا اعتقالات. إلى الآن لدينا 78 معتقل من يوم 18/9 حتى اليوم، 78 معتقل لا نعلم أماكن تواجدهم غير المعتقلين اللي احنا نزورهم ونلتقي بهم ونسعى إليهم. 78 هذول مخفيين إخفاء قسري، والإخفاء القسري هي جريمة ضد الإنسانية مصنفة في يعني في قانون روما. عندنا الآن يعني من ضمن الإحصائيات اللي رصدناها أنه لدينا تم إحالة شباب الثورة إلى محكمة الجزائر المتخصصة، محكمة أمن الدولة، يعني ناس خرجوا للتظاهر السلمي حلوا إلى محكمة أمن الدولة، قطع الطرق، القتلة المجرمين الحقيقيين الذين يعني يمارسوا جرائم بشعة في حق الشعب لم
يعني حتى يجرى تحقيق في حقهم. بدأ حالة 42 شخص أول كانت أول دفعة، والآن هم يحاكموا أمام محكمة أمن الدولة. وللأسف الشديد أنه أيام العيد تم قبل العيد قبل إجازة العيد بيوم أو بيومين تمت أول جلسة معهم دون أن نبلغ، دون أن نطلع حتى على الملف. من ضمنهم أطفال، يعني ضمنهم أطفال من سن 14 سنة يحاكموا، على الرغم أنه هناك قانون خاص باسمه قانون الأحداث ونيابة ومحكمة خاصة هي محكمة الأحداث. وحتى يعني رئيس النيابة ينزل ويجي الطفل يقول ليش تحبسوا هذا، ليش ما تخرجوا أو حولوا نيابة الأحداث. قالوا هذا بنشوف تقرير طبيب الشرعي ايش بيقول كم عمره. قال هذا لا يحتاج طبيب شرعي، هو بين أنه طفل ثم يذهب إلى الطبيب الشرعي وبعد أسبوع يعود ويسجل عمره 17 سنة، على الرغم أنه يستحال أنه من شكل أنه عمره يمكن لم يتجاوز 14 سنة. بعد ذلك تم إحالة 61 من شباب الثورة إلى محكمة أمن الدولة. كنا نذهب إلى النيابة يقولوا لنا ما حالوش، فقط مسجلين عندهم عشان يكذبوا على النيابة وعلى كذا، محال إلى النيابة الجزائرية المتخصصة وما أحيلش. والآن تم إحالتهم إلى النيابة الجزائرية المتخصصة. في بعد أن نزلت لجنة من النائب العام للإفراج عن المعتقلين حتى يتهربوا من هذا الأمر، تم إحالة 68 معتقل من البحث الجنائي فقط إلى نيابة أمن الدولة. وبذلك يصبح عندنا 192 من شباب الثورة، هؤلاء الذي نعرف أسماءهم قد تم إحالتهم إلى نيابة ومحكمة أمن الدولة اللي هي محكمة الجزائر المتخصصة، وهي قضاء استثنائي، قضاء الدستور اليمني يحرمه، المواثيق والاتفاقيات الدولية تحرمه، لأنه الاتفاقيات تؤكد على أنه يجب أن يحاكم كل شخص أمام قاضيه الطبيعي. لدينا يعني لا أقول إنها إحصائيات بالأسماء، لكن طبقا لشهادات شهود يعني كان من أهم الأعمال التي قمنا بها، وكان ربما الآخرين أو شركائنا في العمل الحقوقي أيضا ثوار الأحزاب السياسية لم تركز على هذه، وأنا أسميها الجريمة المسكوت عنها، وهي معركة أو مجزرة جولة كنتاكي التي ارتكبت يوم 9/4. هذه المجزرة استطاع النظام أن يخفي هذه الجريمة وأن يبعدها عن أنظار، لكن منظمة هود كان قرب المكان وأيضا ثقة الناس، والكل قدموا لنا معلومات كثيرة. والشباب الذين خرجوا من المعتقلات أكدوا لنا على أن هناك ما يقارب 12 شاب سقطوا في هذه المجزرة وفي تلك الليلة يوم 9/4، لا يوجد جثة شخص منهم. يعني كان هناك يعني ما يقارب 20 شخص نقولوا مصابين طلقات في الرأس وكذا، تأكدنا من وفاة 12 شخص من هؤلاء الأشخاص. أيضا تأكدنا أنه وجود أكثر من 200 معتقل في تلك الليلة تم اعتقالهم بعد أن ضربوا بالغازات وحصروا في أماكن تم أخذهم. في أيضا في قضية القاع، معركة القاع هذه المذبحة البشعة التي سيسجلها التاريخ، يعني سيسجلها التاريخ في صفحات سوداء لهؤلاء الذين ارتكبوها، الذي لا يعني لا أدري من أين أتوا بهؤلاء الناس، من أين أتوا بهذه البشاعة وبهذه القلوب الحجرية التي يعني وصل الحال إلى تنفيذ يعني حالات إعدام لعدد من المعتقلين. ولدينا شهادات ربما أنتم قد التقيتم